كابتن ياسر اجيلك. يمكن البطوله دي احنا اتقابلنا من شهرين وقعدنا نتكلم عنها والاستعدادات ومهمه جدا لان بيها نتاهل لبطوله العالم. كلمنا عن البدايه جت امتى والاتحاد المصري اسند ليك المهمه ازاي؟ يعني كلمنا عن بدايه البطوله والاستعدادات ليها. هو الحقيقه يعني ان شاء الله الحمد لله بعد ما لعبنا كاس عالم اللي هو كان 21 وبعدين كاس عالم 22 كان في بطوله افريقيا، فكان الاتحاد حاطط يعني ميعاد ان احنا فيه هنعمل معسكر وقت معين هنبتدي نعمل ايفنتات عشان ناخد الناس اللي هي هتكمل معانا، نختار منهم الناس. فهو كان الاختيار بدا من حوالي مثلا شهر ونص او شهرين، ولازم اللعيبه اللي تختارهم يكونوا شاركوا في البطولات. عندنا حاجتين مهمين لازم نبقى عارفينهم، لاعبين بيلعبوا في السي 3 وليهم رانك على مستوى مصر طبعا. في الفيفا في الاتحاد الدولي، وعندنا لعيبه من خارج الرانك، ودي كانت القصه اللي هي بتقابلنا فيها مشكله، ان اللعيبه ما بتشتركش في 3 على 3 كتير، ان اللي هم اللعيبه البرومسنج اللي بيلعبوا في الانديه اللي هم الستار. هنا 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 في عندنا يعني كانت مشكله. طب اتغلبت على ده ازاي؟ هو لا يعني بيحصل كالاتي، ان انت بتختار لعيبه من جوه الرانك، بتشوف افضلهم من اللعيبه ديت عشان يمثلوا منتخب مصر، وبالتالي بنختار تاني كمان لعيبه تانيه من بره الرانك او هيفيدوا منتخب مصر، بتبقى فيها شويه يعني لازم تاخد ابروفال من الاتحاد الدولي. ودي متاحه يعني، دي بتبقى متاحه. كم لاعب تقدر تاخد بيها على ابروفال ولا باستثناء اكتر حاجه اتنين؟ اتنين. هو قوام المنتخب بيبقى اربعه. فانت ممكن تاخد اتنين استثناء ان هم يكونوا بره الرانك، ما يشاركوش، بس الاتنين لازم يكونوا شاركوا جوه الرانك. فهي دي اللي كانت يعني بعد العقبات اللي كانت بتقابلنا، ان اللعيبه في مصر في الفرقه بتاعتها ما بتشتركش. احنا يا جماعه لازم نشترك عشان يبقى عندك بوينت كتيره في الرانك، فبتقدر تخش المعسكر لو في اريحيه في الاختيار حتى على حسب البوزيشن اللي احنا محتاجينه في منتخب مصر، هو ده اللي بنختار منه اللعيب. نعم.